سلام بنات، اش خباركم؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد على القناه، وكنبغي نرحب بالخصوص بالمتتبعات اللي عاد التحقوا بالقناه ديالي، يعني متتبعات جداد. فانا ما كنساكمش دائما كطلعوا عندي بلا راكم عاد تشاركتوا في القناه ديالي. مرحبا بكم البنات، واللي كتعجب القناه ديالي ما تنساوش تخليوا ليا تعليق زوين، الكلمه الطيبه صدقه. واللي كيعجبها المحتوى ديال قناتي ما تبقاوش البنات ما تبخلوش عليا بلايك باش الفيديو يطلع بزاف ديال البنات. بديت معكم بهذا الموديل ديال القفاطن اللي دايرين ضجه مؤخرا. باش تبقاو معايا غنشرح لكم واحد الحاجه اللي مهمه خاصكم تعرفوها، وكيف كنقولوا الحاضر يعلم الغيب، يعني علموا صحاباتكم باش ما يعرفوا هذا الشيء اللي كيوقع، علموا الاهل ديالكم، حيت بزاف الناس دابا ولاو كيتقداو عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، ولكن ما كينتبهوش لهذا الشيء اللي غنقول لكم دابا. فبقاو معايا البنات باش تعرفوا اشنو كاين بالضبط. المهم البنات نبدا لكم بهذا الموديل هذا، فهو بالنسبه اللي غتسولني على النوع ديال الثوب، هاد القفطان هو 3/4 ثوب لولان سوسدي سبيسيال بجوده عاليه مطروز بالبرونز، حيت بزاف الكليانات كيقولوا يا اختي هاد الطرزه واش داك اللون اش كيسميو الارجونت ياكو هذاك اللون، اوكي او الدوغي او يعني هذا البنات راه برونز كيبان واضح على الصور، ومنبت بالحجر مخدوم بالقيطان في الكتاف والشوشات كيف ما كتلاحظوا البنات في الكتاف، وهذا بمجدول يعني ضروري. كاين اللي كتبغي تستعمل معاه الحزام، كاين اللي ما كتبغيش تستعمل معاه الحزام. هاد القفاطن البنات خداوهم عائلتي انا نيت، خداو منهم بزاف خواتاتي والله العظيم، يعني ما كيستعملوش الحزام، وانا متاكده بزاف كلياناتي اللي خداوهم حتى هما غيكونوا ما كيستعملوش الحزام، غير اللي كتكون ضعيفه ما كتجيهاش طايئين هي اللي كتشد بالحزام. بحال دابا انا مثلا البنات كنلبس ال ياكو كنلبس ال، وللبس هاد القفاطن هادو كنستعمل معاهم الحزام، يلاه كيجيني مزيان. بحال دابا البنات اللي كتلبس ام تستعمل الحزام يجيها مزيان، اللي كتلبس ال بحالي تستعمل الحزام يجيها مزيان، اما اللي كتلبس الاكس ال ودو اكس ال وتروا اكس ال فبلا ما نصحك ما تستعمليش الحزام، غيجيك بلا حزام رائع. وهذا الموديل البنات هو نوع التوب ديالو كيف ما كتشوفوا في الصور مبرة بالطرز وليزيست خاص، وحتى هو معاه هذاك الحزام، وطبعا اللي بغات تستغنى عن الحزام تستغنى عن الحزام. بالنسبه للطايه البنات راه انا حطيت لكم الثمن وحطيت لكم الطايات، كل موديل والطايات اللي فيه انا حاطاهم، كاين اللي فيه ال اكس ال دو اكس ال، كاين اللي فيه من ام حتى ل 3 اكس ال، يعني كاين اللي فيه غير من ال حتى ل 2 اكس ال، على حسب كل موديل وشنو كيلبس الناس. من وراء هذا الموديل مباشره غتلقاو لي سيرفيت، بزاف الناس كيطلبوهم ليا يعني كيطمات، حتى ما غتلقاوني حطيتهم لكم بهذا بالاسمنه وبلي طاي، والنوع ديال الثوب هو مونطوني. واخر موديل البنات غتلقاو في الفيديو هو قفطان رائع، واحد الموديل حتى هو جديد تبارك الله، قفطان زوين زوين بزاف بزاف بالطرز الرباطي، راه في الاخر ديال الفيديو غتلقاو هو اخر موديل. غتلقاوني حطيت لكم في اخر الفيديو واحد الموديل كيف ما قلت لكم بالقفطان بالطرز الرباطي وبالصم الحر، عين عقده حتى لتحت منبت باليد وبالاحجار، والنوع التوب ديالو كخيب. يعني البنات انا حاولت في هذه البدايه في هذه الفقره شرحت لكم جميع انواع ديال الاثواب بالنسبه للبنات اللي غيسولني على نوع التوب، واللي ما عقلتش على شي حاجه ماشي مشكل، غير صوري الموديل وصيفطي لي في واتساب ديالي نعاود نشرح لك من الاول نوع التوب وكيفاش متروز وهذا الى اخره. البنات النقطه اللي بغيت نوضح معكم هو انه بزاف ديال الكليانات كيلقاوني انا حاطه واحد التمام في ستوري، كتلقى في الفيسبوك مثلا وحده حاطه مثلا عليكم مثلا قفطان حطيته انا ب 330 درهم دو بياس، ياك البنات قفطان دو بياس. الله يعطيكم السر البنات، بغيتكم انا كنهضر معكم بحال كنهضر مع خواتاتي، ركزوا مزيان على هاد الهضره اللي غنقول لكم، يعني حاولوا غير انتوما تستوعبوا هاد الشيء اللي غنقول، قفطان دو بياس 330 درهم ياكو، مع العلم انه نقدر نبيعو حتى ب 350 ونقدر نبيعو بحال لي باج لي سبونسوريزي كيبيعوه بالثمن ديالو الاصلي اللي هو 400 درهم، يعني هكا باش كيتباع هاد القفطان 400 درهم، اللي كيبغي ينقص شويه الثمن كيبيعوه ب 350 درهم، وانا كنطيح الثمن حتى لواحد الدرجه كنقول الله يجعل البركه
نقص الثمن بزاف وحطيته تقريبا في ستوري ب 330 درهم. اقسم بالله البنات وربي شاهد عليا لهذاك هو القفطان الاوريجينال اللي مخدوم من المصنع الاوريجينال ولي فوتو حقيقيين. دونك اشنو كيديروا البنات بزاف ديال الناس الله يهديهم اللي كيستعملوا كيف كنقولوا النصب بطريقه غير مباشره. اشنو هو النصب البنات بطريقه مباشره؟ النصب بطريقه مباشره هو الانسان كينصب عليك كيقول لك انا كنبيع وكنشري صيفط لي الفلوس، ملي كتصيفط لي الفلوس ما كيصيفط لك لا حوايج لا والو. دونك هذا هو النصب بطريقه مباشره. والنصب بطريقه غير مباشره هو هذا الشيء اللي واقع دابا وبزاف ديال الناس كيتشكاو منه. حنا التجار كنجيبوا الخبر لهذا الشيء من الكليان، ما يمكنش يجيب الخبر لهذا الشيء من غير الا ما سمعوا من شي انسان اللي هو صادق بحالي، وربي شاهد على هادشي اللي كنقول. وهادشي ان شاء الله راه قريب ان شاء الله غادي نفضحوا هادشي، حيت هادشي الصراحه راه كثر بزاف وكيسوء لينا حنا بزاف. اشنو كيديروا البنات؟ مثلا السيد اللي خدم هاد الموديل راه خاسر زباله ديال الفلوس غير على هاد التصاور، غير على هاد التصاور البنات كيخسروا زباله ديال الفلوس غير على هاد التصاور هادو ياكو. اشنو كيديروا بعض المصانع؟ اشنو كيديروا ملي كيلقاو هاد الموديل مثلا تلاح في السوق؟ ملي كنقولوا تلاح في السوق يعني تلاح في الفيسبوك، في انستغرام، في واتساب، في يوتيوب، وزيد وزيد جميع وسائل التواصل الاجتماعي. دونك هادشي اللي كيتسمى تلاح الموديل في السوق انتشر. اشنو كيديروا؟ كيهز هاد الموديل، هذاك السيد اللي باغي يبيع كيهز هاد الموديل، هاد الصوره كيهزها بجميع الالوان ديالها بجميع لي فوتو، كيديها لواحد المصنع كيقول ليه الله يعطيك الصبر بغيتك تخدم ليا هاد الموديل، قول ليا بشحال يتقام عليا ياكو. كيقول ليه على حسب انت باش من ثوب بغيتي تخدمه، واش بغيتي تخدمه بالثوب الكريب ولا بتخدمه بالثوب لولا ولا بتخدمه بالثوب لولا سبيسيال ولا بتخدمه بالثوب لولا اللي ما فيه ما يتشاف، هذاك اللي كيتشرب وكيشرب وكيشرب يعني وكيتكمش وزيد وزيد. كل واحد البنات اللي بتوضح لكم والكاليتي اللي كيخدم بها وكل واحد وضميره. دونك اون فوا كيتغير النوع ديال الثوب كيتغير معاه الثمن. هذاك الشيء باش غتلقاو الاسمنه في الفيسبوك او في اي وسائل التواصل الاجتماعي ما مقاداش، يعني ما تغريكمش الصوره. ومازال البنات غادي نحط لكم واحد الفيديو اخر غنوضح لكم هذيك التصاور ديال تركيا، تصاور البنات الموديلات ديال تركيا اللي كتلقاو في اللوغوات ديالهم، كتلقاو في اللوغوات ديالهم البنات. انا غادي نقولها بطريقه مباشره، وانا الاسم ديالي دراك رشيده وكنقولها بكل افتخار حيت عارفه راسي اش كنقول. وهاد الناس انا كنعرفهم فصفص في وجوههم، كنعرف اللوغو ديال ام اغ، كنعرف اللوغو ديال شوشوشوب كنعرفها، كنعرف جميع الناس اللي كنعرف سيمو مزابي، داكشي كامل اللي كتلقاو في الفيسبوك التصاور اللي كتلقاو فيهم دوك اللوغوات يعني صوره ديال تركيا، موديل ديال تركيا وكتلقاو فيه هاد اللوغوات، هادوك الناس ديال كازا كيخدموا الكوبي ياك. فهموني البنات مزيان اش كنقول، كيخدموا الكوبي. كاين واحد الكوبي بزاف ديال الكوبي كيخرج زوين، بحال دابا انا كلياناتي شي كوبي لابان ليا زوين وقصته بايدي وبان ليا طلع زوين كنخدم فيه وكنقول للبنات هذا راه الكوبي البنات راه كيجي قريب للصوره. ولكن الناس الله يهديهم في الفيسبوك اشنو كيديروا؟ كيحطوا الصوره وكيحطوا فوق الثمن ديال الكوبي وما كيوضحوش للناس بان هذا راه غير الكوبي. فالناس اش كيقولوا؟ الناس كيقولوا هذا الموديل ديال تركيا وانا غناخذو بهذا الثمن وهذيك فلانه حاطاه بثمن غالي، ما عارفش بان ديك فلانه راه جايبه الفري ديال تركيا. وبزاف ديال البنات ديال كوبي ما كيدخلوش التعديلات، ما كيدخلوش نهائيا الفريد ديالهم. باش نوضح معكم ثاني هذه القضيه. فالبنات نعطيكم السر كيف ما قلت لكم، كونوا على يقين انه اي موديل لقيتوا فيه الثمن ناقص عرفوا راه واحد السيد مثلا ما كنعرفش انا الاسماء، واصلا واخا نعرفوا الاسماء لا داعي لذكر الاسماء، كيهزوا التصاور الاوريجينال وكيمشيو كيخدموا غير بالثوب عيان جدا، وكيهزوا التصاور الحقيقيين كيخدموا بهم وكيحطوا الثمن نازل للمنافسه فقط وما عارفينش بانهم كيضروا بزاف ديال الناس. فاش غادي نقول في هذا الشيء؟ غنقول حسبي الله ونعم الوكيل والله ديما خلق.
كنتمنى البنات تكونوا فهمتوني بزاف ومزيان. ومرحبا بكم اللي بغات شي حاجه تصورها وتصيفطها لي في الواتساب ديالي اللي هو 06، كنخلي لكم هنا دائما 06 52 41 53 10. انا كنكون في مدينه الدار البيضاء وكندير الارسال لجميع المدن المغربيه عبر الامانه. اللي كتشوف اللي اول مره كتشوف قناتي ما تنسيش تدعميني بالاشتراك في القناه وضغطي على زر الجرس باش يبقى دائما يوصلك كل فيديو كنحط فيه موديلات جداد. انا كنخدم في موديلات ديال تركيا الفري وكنخدم حتى في سلعه كازا، فاللي عجبتك عندي مرحبا بك، كنقول لك داكشي اللي كاين. واللي بغات ينقص لي هاد الثمن فانا كنقص الماكسيموم جهدي 10 دراهم. هادشي اللي كاين البنات حيت كنحط الثمن ناقص من الخاطر. كنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم وما تبخلوش عليا بشي تعليق زوين وجيم، وكنشكركم بزاف على المتابعه.